مسجد الميرزا شفيع خان الموجود في كربلاء المقدسة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مسجد الميرزا شفيع خان، ويعود تاريخ بناء هذا المسجد إلى عهد الميرزا شفيع خان أحد رؤساء وزراء إيران في العهد القاجاري، فهو الذي أمر ببنائه خلال زيارته إلى كربلاء المقدسة سنة 1309 هجرية في سنة 1892 ميلادية. يقع هذا المسجد على نهر الهندية، وقد جدد بناءه المرحومان الحاج علي وأخوه الحاج أغاجان في سنة 1319 هجرية، أي في سنة 1901 ميلادية، كما هو مثبت في اللوحة التذكارية التي نقشت بالقاشاني على باب المدخل للجامع الرئيسي. وتوجد إلى جانب هذا المسجد مقبرة وادي أيمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة. حلقتنا لهذا اليوم من محافظة كربلاء، متجهين إلى واحد من أهم المعالم الحضارية والتراثية اللي موجودة بمحافظة كربلاء، اللي هو مسجد شفيع خان القاجاري اللي موجود بهذا المكان. راح نتجه إلى هذا الحسينية أو المسجد أو الجامع حتى نحكي لكم عن شنو سبب بنيانه وإيش وقت البناء هذا المسجد. مسجد الميرزا شفيع خان يعتبر من أهم الأماكن الحضارية والتراثية الموجودة في محافظة كربلاء، ويوجد إلى جانب هذا المسجد مقبرة خاصة تعود إلى العالم السيد هاشم الحسيني الجهرمي الحائري المتوفي سنة 1323 هجرية، أي سنة 1904 ميلادية. وتعلو هذه المقبرة قبة كسيت من الخارج بالقاشاني الملون، تهدم قسم منها بسبب الظروف الجوية والمناخية والإهمال الذي طرأ هذا البناء القديم وعدم الاهتمام بهذا البناء. وأيضا يطلق على هذا المكان أو هذه المقبرة تسمى وادي أيمن أو مقبرة وادي السلام، وتمتد من نهر الهنيدية خلف معمل اليشماغ مرورا بمرقد سيد جودة وحتى ملحق الأسرة. عند زيارة السلطان ناصر الدين شاه القاجاري لمدينة كربلاء المقدسة عام 1870 ميلادية، مر بأراضي السنقرة التي تقع على نهر الهنيدية في طريقه إلى النجف الأكبر. جامع شفيع خان القاجاري هو واحد من وزراء إيران القاجاري اللي اجى الى زياره العتبات المقدسه اللي موجوده بالنجف الاشرف وكربلاء المقدسه، فبنى هذا الجامع والحسينيه اللي راح نتجول بيه. يوجد داخل الجامع هو هذا البير اللي يطلعون من عنده الماء للشرب وللتغسيل، ومخلين هنا طبعا هناك حلقه مثبتيها بالحائط حتى يشدون بها الدلو ويسحبون الماء من داخل هذا البير، وايضا نخلين حلقه هناك جوا الجو. شوف ان هذا المكان هو متروك قديم جدا، تم بناء سنه 1870
بنيان واقع فلش، راح نتجول ونشوف شنو اللي باقي من عنده من هذا البناء. طبعا يتوسط هذا الجامع هو مقبرة للسيد هاشم، وتم بناء على هاي المقبرة قبة. هاي القبة هسه راح نراوكم اياها، اسمها مفلش لانه هو هذا متروك المكان، فمفلش وما حد مسوي له صيانة او ادارة. هاي القبة مالته هسه لا تلاحظ، هاي اللي تم بناها على هاي المقبرة، لانه قديما كانوا يدفنون السادة والاشراف يدفنون داخل الحرم الحسيني المطهر، وبعدها انتقل الى المخيم الحسيني اللي قريب من مرقد الامام الحسين عليه السلام. طبعا هاي القبة مفلشة هسه، هذا البنيان ما تكلم فلشوا منها، يعني هسه مجازفة احنا طابين جوا هذا المكان، يعني المكان كله آيل للسقوط، كله منتهي مفلش، يعني حرامات مثل هالشي. هذا جامع بنى سنة 1870 ميلادية، والحد الآن باقي من عنده قسم من هذا البناء، وما حد يعني ملتفت له، ما حد مرممه، عايد شكله حتى يحافظون عليه ويعتبرونه من أهم الآثار. يعني هسه هيئة الآثار ما جايينه ولا واصلينه ولا واحد يعني واصله أو مسجينه مثلاً بلائحة الآثار، ماكو أحد واصله. هاي القبة مالتها شوف شلون الشكل مالتها، ومفلشة حتى الشبابيك اللي موجودة من الخشب، وأيضا حتى الجذوع مال النخل اللي موجودة. شوف هسه ذيك الباب القديمة موجودة، الباب تعال تحت تعال طالع هنا، بس هاي مجازفة على واقع. باب القديم شوف هاي منها، باب القديمة هاي، والبنيان مالته هو من الطابوق الفرشي والجص، بالإضافة إلى الكاشي الكربلائي اللي الملون اللي موجود على القبة مالته. هاي الباب القديمة مالت المدخل مالته، شوف لحد الآن هي موجودة، وهذا هو البناء مالته والأقواس اللي موجودة. طبعا الأقواس هي عن طريق الإعدادة أو الطابوق بدون حديد وبدون شيرمان، بالإضافة إلى مخلين بها الجذوع مال النخل والخشب. كان خل نتكلم بعد نشوف شو اللي موجود من عندي، ولو هي مجازفة. شوي اسرع اسرع، لا يوقع حالك. الشجرة مال النخل هاي شوفها واقعة على هي اللي واقعة على القبة، يعني فلشتها. مجازف يعني وقفتنا هنا، تعال نشوفها. اسرع
هذا أنا وين واقف. شوف إذا قرب لي هاي مالت هاي الكتاب القصيدة قرب لي إياها. طبت يا أحمد البر نفسا حيث بنيت مسجدا في الصفا. إن ربي لكل خير هاديا مثله ليس يرتجى سواك. هاي القصيدة إلي حتى لو شوف هسه أخذ صورة إلي القصيدة هاي بقول حتى رحتين اليوم. وسارة السلطان ناصر الدين شاه القاجاري في سفح هذا النهر مارا بالمقبرة القديمة كما ذكر ذلك في رحلته المسمات سفر نام ناصري بالفارسية، وكذلك عند تشييد مقبرة وادي أيمن في أثناء غرق كربلاء سنة 1305 هجرية أي سنة 1888 ميلادية. اتخذت الأراضي الواقعة بالقرب من جامع الميرزة شفيع خان القاجاري مقبرة وادي أيمن الحالية للسبب المذكور. وقد جدد بناء هذا الجامع المرحومان الحاج علي وأخيه الحاج أغا خان في سنة 1319 هجرية أي في عام 1902 ميلادية. ونقشت على الباب كتيبة من القاشاني دونت فيها أبيات شعرية بالفارسية. وكان الدفن في منطقة الحرم الشريف للإمام الحسين عليه السلام، ثم اقتصر على السادة والأشراف وانتقل إلى منطقة المخيم وبعد ذلك إلى بستان آل ذرب قرب مرقد ابن الحمزة ومدرسة العزة في باب أطويريج، وبعد حدوث فيضان كربلاء تعذر الدفن فيه. هاي غرفة شوفها كلها من الجص ومن الفرشي تصالة بحياية أجاري. هاي ناهي من محمد هاي غرفة بس ما عندنا صوت بسمان. وبعد حدوث فيضان كربلاء تعذر الدفن فيه، فانتقلوا إلى الوادي الجديد قرب محطة القطار بجانب سيد جودة بداية القرن العشرين، وقد أنشئ مغتسل خلف معمل اليشماغ واقتصر الدفن في البداية على الزائرين. الخان أو الجامع يعتبر من أهم الأماكن التراثية والحضارية الفريدة من نوعها. حلقتنا لهذا اليوم من محافظة كربلاء بأهم الأماكن التراثية اللي موجود هو مسجد وحسينية شفيع خان القاجاري اللي موجود بهذا المكان. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى عجبتكم حلقتنا لهذا اليوم بمسجد الميرزة شفيع خان اللي يعتبر واحد من أهم الأماكن التراثية اللي موجودة بمحافظة كربلاء، لكن هذا المكان حرامات ما حد ملتفت له التفاتة بسيطة ولا واحد واصله ولا واحد مهتم به. جاي نشوف الطابوق مالته متناثر على الأرض وأيضا القبة مالته مفلشة وواقعة وحتى الجدران مفلشة وواقعة بالقاع وما حد مسوي لها إدامة ولا واحد واصلها ولا هيئة الآثار التفت إليها التفاتة بسيطة حتى تهتم بهذا المكان
التراثي وهذا الموقع الأثري وتحافظ عليه، لأنه يعتبر من الأماكن التراثية لبلاد وادي الرافدين. كل الأماكن التراثية والحضارية مهملة وما حد واصلها. خلوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة وسوي مشاركة الرابط القناة والأهل والأصدقاء حتى نوصل للمليون مشترك. وأتمنى اللي يمه أو يعرف أي مكان تراثي يتواصل ويانا عبر الخاص ويدلينا به حتى نوصل ونصوره للعالم.